صباح الفل، حلقة جديدة من Crazy Woman. زي ما احنا شايفين كده السرعة السرعة الدنيا خربونة، اما نشوف بقى لما حد يتصبح بالصباح اللي انتوا شايفينه ده. انا مشفقة عليهم بصراحة، هيبقى رد فعله بقى عامل ازاي. Let's go. صباح الخير بقى، ده صباح الغزلان يرايق طالما لابس ملك الالوان. لسه بالنسبه لي ملك الالوان، ما شاء الله عليك والله العظيم. شكرا. عسل شكرا. راي والله. نام كويس انت بقى؟ كويس. ليه؟ على حرام ما نمت من امبارح بجد والله. الله، ليه كده بقى؟ اكل العيش بقى، قصدي مش شغلانتي يا عربيتي. ربنا يعينك. الله يخليك. عندنا بقى ايه؟ بيزنس. بس قلتها صح؟ ما فاتش كتير. لا قلتها صح. صح. البيزنس بتاعي. تمام. لما اخذ انا بتاجر في العريسة. ده من حبي في العريسة مسميها البت بنتي بيسا. تمام. مش ناقصة نوش يا عربية. اطلع. ما تمشوا يا جدعان. بالراحة يا موت صوتي. لا مؤاخذة، كلاكسي ولا كلاكسك؟ كلاكسي ولا كلاكسك؟ طب ماشي. فوقفنا عند ايه؟ الصلاة على النبي. بقولك مسميها بنتي بيسا. انا عامل ايه يعني؟ ما انا بحكي لك بقى. انا عاملة خريطة كده انا امشي عليها، يعني انت بص على خريطة تلاقي الشارع اللي ام بيسا ماشية فيه مليان نقط كده، انا امشي على النقط دي فالناس توقفني تاخد مني العريسة. فاهم قصدي؟ فاهمنا اخويا؟ تمام ماشي. انت بتعودني ولا انا مش شايفك ولا ايه؟ عامل لك ايه؟ ربنا يوفقك يا بقى. تمام تمام. انا بس قلت تمام. انت مستبحة ولا ايه؟ مستبحة ايه الكلام اللي بيبقى؟ شكلك مستبحة. ده كلام لمغزه عيب، حد يقول لواحده ست مستبحة؟ ما هو ده اللي باين قدامي. بعدين استباحات ادمت دلوقتي، في تسطير. تسطير كمان؟ امال ايه؟ انت عديت المرحله دي بقى؟ انت عارف المراحل؟ تفهم انت ايه في المراحل يا فرافير؟ لا سيبنا لك المراحل ليكي بقى. عشان قلت لك بقى لابس ملك الالوان بقى مغزه تركب التيتا. خد انا اصلا مضيافه. ده ايه ده؟ ده هريسه من بيسا. اوف بلالة. حاسب انا فرفر بس خلاص. مش كان يخبطني؟ الله امسك. مش عايز. شكرا. على حرام مكتوب سيدي. مش افتح كده الكيس. لا هي يعني هيل بنفسك. ماشي. خليه خفيف وحرك كده. ماشي تمام. صوتك بقى بس بقى اظبط بقى حالك بقى كده. حلوة؟ شغال بذمة امك. حلوة؟ على انها من نعمة ربي جامدة، صح؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ ازاي بتكلم من حنكي؟ حنك؟ انت جاي منين؟ منين؟ انت منين؟ ما حلفتلك قلتلك على حرام روحت البيت. هو ما خلص منين بقى؟ دي ما تخصكش المسألة، دي مسألة شرف. لا ما هو باين عليك. امال ايه؟ باين عليك. انا من ساعة ما ساعة جوزي دخل السجن على ان انا محترماه. لا ما واضح. انا عملتلك حاجة رايق؟ انت بتعملي كده ليه؟ عملت ازاي؟ بص في الطريق عشان مش ناقصيني. ما انا بصة في الطريق ولا بصة عليك. امشي عادل. حاسب يا عم. خلي بالك بقى. انا حرة يا عم. حرة مين بس؟ يا مو بيسا. ايه؟ عايزة حتة هريسة. ادي. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش انا هموت معلش. عايزة حتة كده. حتة واحدة. حتة معلش. طب بصي. طب ممكن اديني حتتين؟ طيب. لا اتي واحدة تاني. خد يا ام بيسا ده كل اللي حلت. صدق ما عنديش حاجه تانية. اديها لك. مش عايزه دوشه. استني يا ام بيسا. خد
هو بس كده اه كده يا عم يا عم ما تعملش زبايني بقسوه. الله يكرمك الله يكرمك. حته كمان حته كمان. طيب لا دي كفايه يا بيسا. يا بيسا اديتك كل حاجه. طيب خلاص يا ام اسمك ايه؟ ماشي ماشي تشكري يا ام بيسا تشكري. بيت يا بيت بيت يا بيت. انا عندي سلاسل كتير انا عايزه انسيال بكره معي. حاضر 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 هسرق وديك اتجهي بقى. لا 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 يلا يا عسل. انت حتى في ايه؟ يلا يابا بس كلمي بس كلمي بس. ايدك يابا جنبك يابا. انت حتى في البسوسة دي ايدك يابا. حتى دي ايه يخرب بيتك وشغل يخرب بيتك. لا لا هقول حتى في ايه؟ مزعقش يابا عشان انا مؤاخذه صرصور ودني بيتضايق. بص يابا يا بنت المجنونه انا مش هحكي لك بقى. عايز تعرف العريسه ولا عايزنا يا اللي حتى في ايه يخرب بيتك؟ كنت جيت كده اعمل العريسه بتاعتي يوم لقيت لما مؤاخذه البودره بتاع السكر خلص فدخلت اقلب كده اشوف الولد سيعة حاطط ايه في حاجته. لقيت بودره شبه السكر اللي بقى منها تحت السرير. ومن ساعتها بقى اللهم صل على النبي طاقه القدر اتفتحت بقيت بص ما هو باين على وشك يا بنت ال ما هو شغل. انا بابا الكلام ده ليه؟ انا الشغل ازاي انا بقى دلوقتي؟ الكلام ده ليه؟ انت المجنونه انت مؤاخذه مش حاسس بالكهرباء في نفخك كده ولا حاسس انك عايز حاجه فيها سكر؟ ما هي دي المشكله يخرب بيتك. حاسس انك عايز سكر ولا انت مسكر؟ وانا شغل يا بنت المجنونه. اسرع عليك يا امو بيسا. اسرع زبون في الدنيا جيب علي حرام. اوعى انت هتنام ولا ايه؟ لا نام في بيتكو متعصبناش بقى. طب ايه طب ايه طب انجز عشان الحق اوصل البيت سامعك او الشغل مش عارف يخرب بيتك. عايز حاجه ثانيه اول؟ لا كفايه كفايه عشان دخت بجد دخت والله. اختي فارفوره دخ مني دخ مني روح احسن لك وامشي وسيبني خاف مني خاف مني. اه يا الهي هعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ما اعرفش بقى الناس اللي ما بتعرفش السودي ولا محمود ده في ايه ده كمان؟ مين ده كمان؟ ولا يا ابني الشمس يا ابني تعبان يا عيني يا ابني انت عيال عم بيسا حاسب يا عم كده حاسب يا عم كده مين ده كده؟ يا عم اهو يا عم كده اهو خلص عم اهو يا عم الله عايز حته تعليق اسمي يا عم كده يا ابو بيسا قول يا ابو بيسا هو الاخر اه يا عم حته ده غلط يا لا ما هو مجنونه ده انت يا عم مش عايز اسافر انا في الاخر انت ليه يا عم كده اقول لك ايه يا عم بالراحه يا عم انت اللي عملت كده خد افهمك ايه يا عم في ايه؟ طيب 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 يا شبح يا جامد طلع خاطر خلاص خلاص ماشي خلاص بقى رايق غصان طيب بص انا خلاص خلاص بص انا طيب قول انك مش زعلان خلاص وحت امه بيس خلاص خلاص زعلان؟ لا تمام كل سنه طيب رمضان كريم عليك بص هنا بقى قول كل سنه طيبين كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليك وقول انت موافق نزيع موافق نزيع ومش زعلان من ام بيسا لا مش زعلان ولا مني كفاطمه ولا مني كفاطمه شكرا حضرتك تبع الابلكيشن؟ اه طب هو ازاي بيشغلوا ناس زيكم كده ايه؟ ازاي بيشغلوا ناس زيكم؟ ناس زينا من يا اختي ايه يا حبيبي في حاجه؟ طيب بعد اذنك وصلني بسرعه بس انت عارف الجاكيته دي بكام؟ يا ست انا مالي بكام انا؟ مالك في حاجه فيا مش عاجباك عشان بس انا بس مش مترجماك والله يا ريت يا ستي بس وصلينا بسرعة بس وصليني وصلينا عشان شاكك فيكي أصلا شاكك فيا ليه بقى إن شاء الله
انت شوفي، انت شوفي عامله ازاي، انت عينك عامله كده ليه اصلا؟ خلقت ربنا. خلقت ربنا ماشي، بس بطلي اللي بتعمليها هيبقى مش خلقت ربنا. بعمل ايه بقى يا غالي؟ انت هتعرف حاجه عنها؟ ما بلاش بقى نتكلم بقى، خلاص وصليني بعد اذنك بسرعه. ما اظبط يا توتو، تعرف انت اظبط توتو ايه بس؟ يلا هو انت تبع الابلكيشن ولا انا جايبك من موقف ولا ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. على حرام لو مسكت راسك إيه؟ مش عايزه رغي كتير، فوقتاني. طب بعد اذنك وصليني بقى، وصليني يا بابا. يا بابا بلا ماما. شوف خلتني عصبية، وده مش عصبية ايه؟ انا مش عارف اصلا بيشغلوك ازاي انت كده. انت اسمك ايه؟ انت مالك ومال اسمي؟ لا لا ايه ده عيب بقى، خلاص ما زعلش. لا اله الا الله. بس ما زعلش، ما زعلش مني، انت زي اخويا الصغير. طيب خلاص وصليني بقى بلا اخوكي بلا خد واجب ضيوف. دي ايه دي؟ خد واجب ضيوف. انا يا ستي واجب ضيافه. حبه طبعا. هي خلاص خدت حته، خلاص خلاص، بس مش هنام بعدها. قول والله ما زعلان. والله ما زعلان. قول والله تاني. والله العظيم ما زعلان. كلامك بالامان. والله ثلاثه ماشي. والله في ايه اهو. شكرا يا ري. اسمك ايه بقى؟ اسمك كريم. انا مالكيش دعوه باسمي بقى، انا حاسس ان احنا قاعدين في الكوشه. انت ايه اللي بتديهولي ده؟ كوشه ايه وانا هخطبك؟ انت صغير عليا. بلا صغير بلا كبير بقى، انت دلوقتي معاش اصلا. طب امشي شويه بس عشان متاخرين والنبي. الله يبارك لك. لا اله الا الله. مش عارف ايه اللي مديها ايه دي. طب حتى انا مش، انا اقول لك انا مين؟ انا موبيسه. دي ايه دي؟ طيب ادي هريسه. دي هريسه انا ما بحبهاش اصلا. انا بقى ملكة الهريسه. فجبت بسبوسه احسن. لا بس دي حلوه. كنت جبت بسبوسه من نفس الراجل اللي بيبيع هريسه. حلوه عشان نوصل. يلا لا دوسي بس بنزين. الله يبارك. دوسي بنزين. حلوه عشان اللي عاملاه يا ستي. دوسي بنزين هتاخر. ده البيزنس بتاعي. انا مش عارف دي بيزنس ايه. بيزنس ايه ده؟ اختي الصغيره تعملها، هي مش شغاله. حلو بذمه امك. بيزنس صح. اقول لك انا بقى هتقولي ايه؟ انا مش عارف اصلا. انا ما بشتغلش في. انا مش شغلي في ايه؟ انا بشتغل في العريسه. عامله خريطه لنفسي وبمشي عليها كده نقط نقط. تمام. جايه يوم ايه من الايام كده، دي مين دي؟ البت مريان. يا ستي خلصي بس. انا مالك يا موبيس؟ عايزه حته هريسه يا ستي. امشي بس ولا هريسه يا ستي؟ انا عايز اوصل والنبي. خدي 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 يا ستي. لا ايه ده؟ انتوا حراميه ولا ايه؟ حته واحده يا موبيس، حرام عليك. انا مش قادره ارحمك. انت بتبالي ايه دي؟ هموت يا موبيس. طب وانا اديني حاجه يا عم. طب يا ستي امشي بس، شوفي انت رايحه فين. هاتي حته يا موبيس. هي فيها كل ده. انت ده انت جميله يا ستي. فيها ايه؟ فيها ايه الهريسه دي؟ انت عماله. الله، انا كلتها. ينفع حته ثانيه؟ ينفع حته ثانيه والنبي يا موبيس؟ والنبي فيها ايه؟ مش عايزه انوش يا بيت. هي البتاعة دي فيها ايه بس؟ انا اكلت منها. بكره بكره خوابتم بقى. ايه؟ هسرق هسرق واجي هسرق واجي. تسرق ايه وبتاع ايه؟ ايدك بس نزليني بس. افتحي الباب ده. ايه ده ايه ده ايه ده يا ستي؟ افتحي الباب. امشي يا عم، اتحرك يا عم. لا اله الا الله يا ستي. افتحي الباب، خليني انزل. انا مش عايز اوصل. انا مش عايز. انا هديك الفلوس ومش عايز اوصل. على الحرام من ايدك. ايدك زغدتني تاني يا ستي. خلصي بقى. لا اله الا الله محمد رسول الله. طيرتها من دماغي. حبستها. خلصي بقى. انت بتقلق. انا مش عارف ايه الاشكال اللي على الصبح دي. فعلا اشكال فرافير. لا 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 لا. طب هتوصليني؟ خلينا ننجز. ما انا بعمل الشارع ايه؟ الشارع فاضي وانت ماشيه لي تاتا تاتا تاتا. اجري يا مجدي. وكلكسي اهو. كلكسي عشان بحب الكلكسان اهو اهو اهو. مبسوط. ده ايه ده؟ دي منونت يابا. وادي يا معدي يا ستي. خلاص هتلبسينا يا ستي. تحبي الكلكسات؟ الهريسه بتطلب كلكسات. انا حاسس ان فيها حاجه على فكره. والله لو فيها حاجه لو اديكي في ده يا ستي. حاسس مش متاكد. ماشي ماشي. انا معايا كل البيانات على الابلكيشن. لا اعمل فيكي محضر في الشركه. بس لا مؤاخذه، الهريسه دي مش معموله بسكر بودره. امال معموله بايه؟ ببودره، بس بودره ثانيه. يعني معموله من ايه يعني؟ من البودره بتاعت الراجل المقطف بتاعي، بس هو في السجن دلوقتي سياحه. طيب ممكن بقى احنا خلاص كده وصلنا. طيب يا ستي محمود مين تاني هيجي يديكي ده؟ خواتم ولا ده يديكي ايه ده؟ يا عم خرع عليه يا ستي. خلص انا هتاخر. عم يا عم وبيسا. صباح الفل يا عم وبيسا. عامل ايه يا عم؟ نزليني افتح بس الباب. اوعى يا عم. انت خدت اخر حته. يا عم ما حته ولا ما حتاش. اوعى يا عم. انزل يا عم. انت يا عم كده ايه يا عم؟ فين قلبه؟ طب رجعها رجعها هنا. رجعها يا عم. رجعها في ايه يا عم؟ قلبه ورا.
ابدعها يا ابدعها يا كابتن عمي اقلع تحلي معايا شوية انا اوريك حلي معايا يا ابا حلي معايا يا يا ابا ابدعها ابدعها يا زميل عشان انت بدي اسمى كابتن امو بيسا يا عم ايه عمي بلا امو بيسا امو بيسا ما تزعلش خد لا ما حلوة قوي عليش يا فنان عليش يا عم خد يا عم لسان طيب لسان انت طيب بنهزر معاك لسان طيب بتهزرك رخم جدا انا اسف حقكلك لسان طيب رخم قوي بجد وجايبين لنا عريسة ما بحبهاش والله ما نفس رخم لا 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 بس مش رخم مش رخم بجد صح مش رخم صح وحط امك بقى خلاص ستي خلاص بقى كل سنه طيبين كل سنه طيب انا ممكن توصليني بحق حقيقي مديت ايدي 33 مره ايه ماشي بص هنا بعد ايه بقى كل سنه طيبين وبس والهريسه بنت جنانه باكلهاش بس كلتها بس قولي انك ممكن... مش زعلان والله مش زعلان خلاص